والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء. يبقى أنا أحرمت وفيه دماء، لما هقصر هتبقى واجبة علي، دماء واجبة علي. أحدها الدم الواجب بترك نسك، يبقى أنا لو تركت نسك من المناسك هيبقى في ذمتي أذبح ذبيحة، الذبيحة دي قد تكون شاه وقد تكون جمل، لكن أنا تركت. زي إيه كده؟ زي أنا راجل كبرت في السن والدنيا برد وجسمي بقى ضعيف، لبست الإحرام ولقيت بتكتك، بتكتك يعني برتعش يعني مش قادر، طب أعمل إيه؟ الطبيب قال لي البس الهدوم، ده الدنيا ما انت مش هتستحمل. قلت له طيب، يبقى تركت ايه؟ الاحرام. والاحرام ده نسك ولا مش نسك؟ نسك، يبقى عليه دم. قابلتني وانا داخل مطار جده، راح فين يا مولانا؟ قلت لك رايح اعتمر او احج. عملت عينك كده وعينك كده، ما هو الجهل وحش. لا مولانا يعني راح فعلا يعني مولانا راح فعلا. فعلا ايه؟ ايوه انا رايح اقول لبيك اللهم لبيك يا مولانا، ده انت لابس هدومك. قلت له ايه؟ معذور. ايه معذور؟ مش قادر البس الاحرام، ربنا فرض عليا الاحرام، ولكن من حلاوه الشريعة وجمالها ان هو وجد لي سكة، فانا رايح احج او اعتمر بهدومي لاني معذور. قال لي يعني انا المرة شو الغباوة بقى، الغباوة الاستنجلينا اللي احنا بنشكي منها، يعني انا المرة الجاية هاجي من غير احرام؟ ايوه معذور يعني ولا مش معذور؟ قال لا انا مش معذور في الفلوس، لا معذور يعني مديون يعني، او يعني. قلت له لا مش في الفلوس، انت صاحب عذر ولا ما انتش صاحب عذر؟ قال لي يعني ايه؟ برضه نستمر في توضيح، ما هو لازم نزيل الحكايه دي، نقول له انت لو لبست الاحرام هيصيبك ضرر؟ أنا لا الحمد لله أنا صحتي كويسة، وراح رافع لي كتفه اليمين على كتفه الشمال وعمل لي إيه حاجة اسمها موج البحر كده أهو. أيوة كويس، يبقى أنت مش معذور. قال لا أنا سليم 100%. قلت له ما ينفعش، ده المعذور هو اللي هيلبس وهيجيب الواجب بتاعه بترك نسك.